طيب احنا تعرفنا على البدايه بتاعتك، بدايه بقى حصدك للبطولات والمشاركات الدوليه، خلينا نعرف منك كان سنك كام واول بطوله شاركت فيها حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا انا شاركت مثلا من 2018 كده بطولات عرب وبطولات ابراهيم مصطفى ولعبت بطوله افريقيا. انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي 27 سنه. 27 كويس. طبعا المشوار بدأ واحدة واحدة، المشوار مش سهل طبعا، حصل لي خسارات كتير في الأول، إصابات منعتني فترة طويلة عن اللعب ورجع تاني ومشاكل كتير، بس الحمد لله يعني ربنا بيكرمني وبكمل يعني. وأهم حاجة باصص لها يعني ان انا ابقى بطل اولمبي يا ريت والله ان شاء الله. وايوه هدفي وهدف العيله كلها ان احنا نبقى بطل اولمبي. انا عندي ان شاء الله التاهيل في شهر 3 الجاي ان شاء الله، ربنا يكرمني واتاهل الاولمبي. البطوله هتشارك فيها يعني بطوله افريقيا هتبقى موجوده هنا في اسكندريه. هتبقى في شهر 3 ان شاء الله، فربنا يكرمني يعني. انا طبعا بطوله افريقيا اللي فاتت انا حارز الميداليه الذهبيه فيها في شهر 5 اللي فات ما شاء الله، طبعا يعتبر قريبه منها بتاعه التاهيل، فانا لو ربنا كرمني وجبت نفس الميداليه الذهب ان شاء الله هكون في الاولمبياد ان شاء الله. البطوله اللي انت بتتكلم عنها دي اخر مشاركاتك في بطولات او منافسات دوليه ولا كان في لا 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 في كان في بطوله دوره الالعاب القتاليه من شهر، كان في حاجه ايوه دوره الالعاب القتاليه من شهر طبعا حرزت فيها الميداليه الذهب في تونس والحمد لله يعني. هايل ما شاء الله عليك. طب يومك عامل ازاي بقى يعني عشان تبقى واصل للمستوى ده من الاحتراف في رياضه مش سهله بالشكل ده؟ يعني يومك عموما عامل ازاي من اول ما بتصحى؟ طبعا انا يومي يختلف عن الناس كلها أكيد. يعني بصحى بدري، لازم اصحى بدري عشان افطر بدري قبل التمرين عشان ما ينفعش ابقى واكل قبل التمرين. بتمرن تمرينتين اتنين في اليوم على حسب برضو الجدول اللي المدرب بيعمله. بنام بدري عشان خاطر اكيد تصحى بدري عشان بصحى بدري وعشان خاطر النوم بدري بيخليك بتبقى مركز زياده في التمرين اكتر وبتبقى بتبقى يعني عصبيا وذهنيا احسن يعني والكلام ده. فحال الرياضي ايه؟ اكل ونوم وتمرين، اكل ونوم وتمرين، فهي كده على طول. في تضحيات دايما الابطال الرياضيين تحديدا لازم يعني تبقى موجوده في حياتهم.